حابة اليوم أحكيكم عن خلق كتير قريب على قلبي وكتير بحبه وكتير بعتمده بحياتي، يلي هو لا تبحثوا الناس أشياءهم. فحأحكيكم عن تجربتي. أنا كنت بيع أكسسوريز هيك بمحل صغير، ما كان عندي محل، وكان في واحدة قدامي عندها محل كتير كبير وطبعا أكبر مني بالسن وعندها خبرة أكتر مني. فأول ما يفوتوا العالم يسألوني شو الفرق بين أغراضك وغراضها، قلن أكيد غراضها كواليتي أحسن وبيضاينوا أكتر. فيروحوا لعندها يشوفوا غراضها يقولوا لها شو أنا قلت عنها. فبتجي نهار بتجي لعندي بتقول أنا سمعت إنه أنت عم تحكي عني بالمنيح وعن غراضي، فحابة أنا ساعدك واشتري كل غراضك. فاللي بدي لكم إياه إنه الواحد رزقه مكتوبة، فواحد يعمل منيح حتى الله سبحانه وتعالى بيبعث له شيء منيح. بالأخلاق نتغير ومنغير. تعرفوا على 52 خلق من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب نحيا لنحيا.